مساء الخير، أهلا بكم في هذه الجولة قبيل دخول قرار فرض حظر التجوال حيز التنفيذ هنا بمدينة طنجة. سنأخذكم في جولة لرصد الأجواء واللحظات الأولى قبل دخول القرار حيز التنفيذ وما بعده. كما تلاحظون، السلطات المحلية عمدت إلى نصب عدد من الحواجز الحديدية، وكذلك نلاحظ انتشارا أمنيا لافتا إلى جانب السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة. حركة دؤوبة للسير والجولان في هذه الأثناء للمواطنين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل دخول وقت فرض حظر التجوال بالمدينة. دقائق قليلة هي إذن قبل دخول وقت فرض حظر التجوال بالمدينة التي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 9 من مساء هذا اليوم. وكانت الحكومة قد أعلنت قرارها يوم الأربعاء اتخاذ إجراءات احترازية بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ابتداء من اليوم الأربعاء 23 دجنبر بدءا من الساعة 9 ليلا ولمدة 3 أسابيع. وأوضحت الحكومة في بلاغ لها أول أمس الاثنين أن هذه الإجراءات تتعلق أولا بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 8 مساء، وفرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا باستثناء الحالات الخاصة كما ورد في البلاغ. هذا فضلا عن منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. وأضاف البلاغ أنه سيتم كذلك الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2566 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية،
لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 423214 حالة. وأكدت الوزارة اليوم الأربعاء 23 دجنبر تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7086 حالة. كما تم وفق الوزارة تسجيل 2970 حالة شفاء جديدة خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 385,895 حالة، بينما بلغ مجموع عدد الحالات المستبعدة 3,915,740 حالة بعد استبعاد 13,399 حالة جديدة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج يصل إلى 30,233. في السياق ذاته، قال رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة عبد الكريم زيان بالفقيه إن مؤشر توالد الحالات على الصعيد الوطني مستمر في التحسن، حيث استقر عند 0.93 حتى يوم 20 دجنبر الجاري. وأوضح بالفقيه أمس الثلاثاء في معرض تقديمه للحصيلة نصف الشهرية المرتبطة بأي الأسبوعي المرتبط بكوفيد 19 تراجع إلى 12.2% إلى غاية أمس للأول الأحد، وتمت معاينة هذا الانخفاض وفق المصدر ذاته على الخصوص بجهات الدخلة وادي الذهب بناقص 50% وسوس ماسة بناقص 38.8% وقلميم ودنون بناقص 23.1% والرباط سلا القنيطرة بناقص 22.6% وبني ملال خنيفرة بناقص 15.6% والدار البيضاء سطات بناقص 9.9% ومراكش آسفي بناقص 6% والعيون الساقية الحمراء بناقص 5.2% وفاس مكناس بناقص 2%. في المقابل، يبرز المسؤول ذاته تسجيل المنحنى الوبائي الأسبوعي ارتفاعا في جهات درعة فيلالت بزائد 15% وطلجة طوان الحسيمة بزائد 7.2% والشرق بزائد 3.9%. أما فيما يتعلق بمنحنى الوفيات الأسبوعي، يضيف بالفقيه فقد عرف بدوره انخفاضا على المستوى الوطني خلال الأسبوعين الأخيرين ب 12.1%. نحن الآن نتواجد بشارع المكسيك كما تتابعون، حركة قليلة بالنسبة للمواطنين والمارة، الشارع تقريبا خال إلا من بعض المواطنين الذين يستعدون للتوجه إلى منازلهم. هناك بعض المحلات القليلة التي لم تغلق بعد أبوابها، إلى جانب بعض المقاهي التي تستعد للقيام بذلك استجابة لقرار السلطات. كما تلاحظون انتشار الحواجز الحديدية التي شرعت قبل ساعات السلطات المحلية في
نصبها على مستوى عدد من الشوارع والأحياء بالمدينة. وفيما يتعلق بالحالة الوبائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة تسجيل 300 حالة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء اليوم أن مجموع الإصابات المؤكدة على مستوى الجهة بلغ 35,827 حالة. فيما يخص توزيع الحالات على أقاليم وعمالات الجهة، فقد أورد المصدر أن عمالة طنجة أصيلة سجلت 157 حالة جديدة، تطوان سجلت 62 حالة، العرائش سجلت 22 حالة، الحسيمة سجلت 12 حالة، المضيق سجلت 40 حالة، وزان 4 حالات، شفشاون 3 حالات. فيما لم تسجل الفحص أجرى أي حالة جديدة. فيما يتعلق بحالات الشفاء، أكدت المديرية تسجيل 413 حالة جديدة ليبلغ بذلك مجموع المتعافين 33,206 متعافين، وتوزعت على النحو التالي: مركز التكفل بطنجة أصيلة عرف تسجيل 207 حالة شفاء جديدة، مركز التكفل بتطوان عرف تسجيل 74 حالة شفاء جديدة، العرائش 27، الحسيمة 49، وزان 7 حالات، شفشاون 19 حالة، المضيق الفنيدق 30 حالة. بالنسبة للوفيات، فقد رصدت المديرية تسجيل 4 حالات، منها حالة بتطوان وأخرى بالعرائش، وحالتين موزعتين على كل من الحسيمة ووزان، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات بحسب المصدر الرسمي دائما 712 حالة وفاة. فيما يتعلق بإجمالي الحالات التي توجد قيد العلاج، فقد بلغ مجموعها 1909 حالات، تتوزع على الشكل التالي: طنجة أصيلة ب 881 حالة، تطوان 418 حالة، العرائش 164 حالة، الحسيمة 130 حالة، وزان 46 حالة، شفشاون 75 حالة، والمضيق الفنيدق ب 195 حالة. نواصل هذه الجولة كما تتابعون. الشوارع بدأت تخلو رويدا رويدا من المارة، بعد دقائق قليلة من دخول قرار فرض حظر التجوال حيز التطبيق للمدينة، وانتشار لافت لعناصر القوات المساعدة إلى جانب دوريات الأمن ورجال السلطة وأعوان السلطة تنفيذا للقرار الحكومي.
هذه الإجراءات تأتي أياما قليلة بعد مصادقة مجلس الحكومة على تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة لمدة 30 يوما إضافية، حيث سيستمر العمل بالطوارئ الصحية إلى غاية 10 يناير المقبل، حيث سيكون هو آخر يوم خلال هذه الفترة، لتقرر الحكومة في وقت لاحق إمكانية التمديد من عدمه. ويأتي قرار الحكومة بتمديد العمل بإجراءات حالة الطوارئ الصحية في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة الملك محمد بن السادس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. كما تتابعون استجابة كما نلاحظ استجابة واسعة للقرار. معظم الشوارع التي نمر منها تكون خالية إلا من بعض المرة، الاستجابة كذلك تبدو جلية بالنسبة لأصحاب المحلات التجارية وكذلك المقاهي المغلقة على مستوى عدد الأحياء والشوارع في المدينة.
التي يحث من خلالها رجال السلطة أصحاب المحلات بالالتزام بالقرار. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الجولة، وإلى أن نلقاكم في جولة مقبلة. دمتم سالمين وإلى اللقاء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.